قرار الحكومة السودانية منع أحزاب المعارضة من ممارسة العمل السياسي إلا بعد التبرؤ من وثيقة الفجر الجديد التي وقعت في العاصمة اليوغندية كامبالا، قرار أثار جدلا واسعا في صفوف القوى السياسية. فالحكومة اتهمت الموقعين على الوثيقة بإسقاط النظام بقوة السلاح والقيام بتصفية قيادات سياسية في البلاد. أنا بحتار في الأحزاب اللي بعتقد إنها بصدق رافضة بعض البنود في ده. ليه مصرة؟ لابد على الرغم من كده تقول والله نحن رافضين دين، لكن نحن مع التحاور ونحن مع مناقشة البتاع. الحقيقة الغرابة دي بتزول لأنه ده منهج هذا التحالف. قيادات معارضة أبدت أسفها لقرار الحكومة بالحظر وتخوفها من أن يدفعها القرار للعمل السري، وضع تقول المعارضة إنه يقود البلاد لما هو أشبه بما يجري في سوريا. هنستمر في الحوار، الحكومة عندها خطة الآن لإغلاق كل المنافذ ومنع حرية التعبير وتعليق نشاط الأحزاب. إذا الحكومة علقت نشاط الأحزاب حتدفعنا للعمل السري. القوى السياسية المعارضة تقول إن حظر العمل السياسي لأي حزب يتطلب قرارا من هيئة تسجيل الأحزاب يثبت فعلا مخالفة هذه الأحزاب للقوانين. الحكومة ليست هي الجهة التي من حقها أن تصدر هذا القرار، هذا القرار يجب أن يصدر من قبل مسجل التنظيمات. فبالتالي لا أعتقد أن ما تم الإعلان عنه هو عبارة عن قرار، ولكن قد تكون هي عبارة عن مطالب أو عبارة عن نوايا. من الواضح أن أغلب هذه الأحزاب لم تتمسك باتفاق الفجر الجديد وتبرأت من هذا الاتفاق. تصاعد دعوات المعارضة لإسقاط النظام يراه المتابعون أنه يضع تحديا كبيرا أمام الحكومة في جاد السبل الكفيلة بالحوار السلمي من دون اللجوء لعنف يولد المزيد من الضغوط والاحتجاجات. طارق التجان، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.